صباح الخير عليكم اخوتي نازيه الاكادير. اليوم الخميس 27 دجنبر 2018. هذا الصباح هذا كندير لا فيديو من قدام مسحه الضمان الاجتماعي باكادير، انا والمتطوع اللي معايا في الفريق. خلال واحد الاسبوع دونك مشى وجا وشفنا قسم المستعجلات، شفنا الولاده، شفنا الانعاش، لي بافيون كاملين، جبنا دورها الغرف. والهدف كان وهو نشوفوا الاستقبال كي داير، الاحترافيه ديال الناس الممرضين، واش المواطنين يعني كيتستقبلوه في احسن الظروف، وشنو هي الظروف فين كيكونوا المرضى لداخل. قسم المستعجلات جاو ليه الاخوان جوج مرات، واحد المره في 12 الليل واحد المره في 2 الصباح، ما كانش ما يتقال يعني الاستقبال زوين. لانفيرميه كان اللي كانوا تما احترافيين، ما كاين لا تضويره لا والو، الطبيب حتى هو الله يعمر هدر، يعني ما كانش مشكل، ما كانش شي ملاحظه خاصه. على العموم قسم الولاده حتى هو من داكشي. على العموم في هذه الكلينيك هذه اللي ما عرفناش الدوله ولا الضمان الاجتماعي في دوك الملاير اللي مشاو ليها في هباء منثورة تشفرات، علاش ما استثمروهاش باش يديروا بحال هذه المبادرات في عدد من المدن. الملاحظه اللي كاينه وهو النقص في الممرضين، ما كاينينش كثار، ما كاينش طلبات دغيا ديال المرضى. بعض الاطباء كاين واحد المشكل وهو خصهم يخدموا شي شويه بالانسانيه، ما كنعممش، ولكن كان واحد لوكا اللي الطبيب كان كيحاول يدي واحد المريض المسحه خاصه باش ما يخليش هنا، وهو اللي غادي يقابله، يعني نديك الجهه الاخرى وانا اللي غنقابلك وندير. هذا واحد الجانب. من ناحيه الاكل يرثى له، زعما الاكل كارثه، خاص الشركه اللي معاقدين معاه ولا اللي عندهم كوزينه هنا يبدلوها. داك الشيء ماشي هو هذاك، واش اللي فيه السكر كنعطيوه لي بات، واش الفطور معمينو على كل شيء، وكل لان كل واحد خصو الاكل ديالو، كل واحد كل مريض حاله خاصه. كاين بعض الاطباء اللي دازوا غير بالزربه سربه وداك الشيء وباكلا، وحتى كيجي طبيب الاخر ويصلح اللي خسر الاخر، يعني استهتروا بالصحه ديال المواطنين. هذا من الملاحظات اللي لاحظنا على هذه المسحه هذه. تبارك الله عليكم خوتي من نازيه الاكادير، ونتمناو السيد المدير ديال هذه المصحه والطاقم الطبي اللي معاه يديروا واحد المجهود اكبر، واحد التنويه خاص للناس ديال الحراسه الخاصه اللي كاينه هنا. لا في الليل يعني الدراري كلهم اللي دازوا هنايا كيقول لك ناس من ذاك الطراز عالي احترافيين، ولاد الناس القلب الكبير. تبارك الله عليكم، الله يسهل عليكم فضل.